who better to have a full Arab conversation with than my dad, who born and raised in Lebanon. I became born and raised in Syria. So I want to apologize to all of our English speakers, but they're going to have a little Arabic segment to basically give Anaya's Arabic followers and her family back home something to listen to without having to translate it on Google. اللي بتأثر تنورة اللي بتأثر تنورة تلحقها عيون الشباب. Oh my god, everybody's looking at us now. It's so شكرا يا استاذ كريس. مثل ما قال كريس بدنا نحكي باللهجة العربية اللي بيفهموا علينا اصحابنا ورفقاتك ورفائك واهلنا بالوطن العربي وبكندا كمان موجودين. طبعا لي الشرف عم وانا تعرفت عليكي هلا وانا لي الشرف الساعة. وخليني بلش لك ب نغني كل شيء شايف صبايا صاروا ملايين لكن مثلك يا نايا ما في حلوين. عمو بدنا نحكي شوي مشان معلش ذكريات حلوه. ايه؟ طبعا انا خلقان وربيت بلبنان لبنان وتركنا كان عمري 16 سنه. طبعا الوطن العربي بالسورية ولبنان كانوا بزهوه الحياه. ايه؟ وانت كنت بعد ما خلقتي طبعا بس بسمع من اهلي وجدي يعني بلبنان احلى ايام. نحن تركت ب 72 خلصنا البكالوريا وجينا على الجامعات. وسؤال لك طبعا بس عم بلش فيه انا يعني وجيت لهون من لبنان على كندا كان مفاجأة كبرى لإلي. نسمع هون الدنيا وهون 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 ولبنان كان بأوج الازدهار والكيف والبسط وطبعا ما صدقت يعني يا شاب بدي ارجع. ايوه انا هيك كل ما كسره كمان انت ب يعني بعد 50 سنه تقريبا ولا 45 سنه من اللي عم بحكي انا انت على هيدا بابا. كمان تفاجأتي وقت وصلتي لهون رغم ما الظروف بسوريا والله يبعد الحروب عن العالم كله ويريحكم ويريحنا. كان في عندك هيك يعني شوك يعني تفاجأتي بالنقله من الحياه بسوريا لهون؟ كنت عم اقول له لكريستو من شوي انه انت ببلد يعني متعود على الروتين تبعك، متعود على الماما على البابا على المدرسه على الكنيسه على الاكل، روتينك هذا هو خلقت ربيت هنيك. بس لما بتجي لهون بتصير بتحاول تلاقي هيك شقفه من الروتين هون بس ما بيمشي الحال. ما بتمشي يعني بتلاقي انه تحاول تعمل مثلا شو كنت تعمل هونيك بعد المدرسة او شو كنت تاكل، حتى الاكل طعمته غير كل شيء غير. صدمة ولهلأ استاتني عم بتعود يعني ما صار لي 6 سنين اجيت عمري 17 سنة يعني انا خلقت وربيت هنيك. وصحيح نص حياتي بسوريا كانت بالحرب ضمن الحرب بس حتى بالحرب في حياة وفي ذكريات. يعني الحرب ما وقفتك عن انك تعمل اللي بدك اياه. انا عمري 12 سنه 13 سنه 14 سنه نطلع ونفوت ونعمل خلص حرب شو بدنا نوقف حياتنا. فحتى بالحرب الحياه كانت عن جد كثير حلوه بسوريا. يعني اللي هلا اللي بيسمعوني بسوريا بيقولوا شو عم تحكي الحياه حلوه هيك راح نموت من الشوب ومن الغلا وهي القصص ما بيفكر فيها غير المغترب. القصص تبع انه الحياه حلوه والاكل والجو والعالم لانه بيفقد هذا الشيء بس يجي لهون المغترب بيفقد هذا الشيء. فهي الشغلات صعب تلاقيها هون. وقت وصلتي لهون يعني كان كل شيء مأمن ولا شوي شوي تأقلمتي؟ لا احنا لما اجينا اهلي بلشوا من الصفر. يعني بابا كان عنده بزنس فاملي بزنس هونيك، يعني جدي كان عنده معمل وبيشتغلوا هن وعمي وبابا، وماما كانت أنسة. فتركوا كل شيء، تركوا المعمل، سكروا المعمل، ماما تركت الكارير تبعها.
بس لأنه أنا وحيدة أهلي فبدهم يأمنوا حياة لإلي تكون شوي أأمن ويكون في مستقبل، لأنه أنت بسوريا يعني مستقبل يعني طموحك محدود. محدود بالوطن العربي بحس طموح محدود شوي، وخصوصي وقت الحرب نحن سكرنا عن كل بلاد العالم، فصار صعب أنك تطمح تصير شيء، يعني خلص في سقف. فهن بدهم يعني أجي على محل أقدر أطمح اللي بدي وحدودي السماء وأمان، لأنه هنيك مثلا بطلع أنا مع رفقاتي رايحة مشوار بوصل البابا بقول له باي، بيقول لي ما بعرف اشوفك ولا لا، اذا رح ترجعي سالمه ولا لا، عرفت؟ لانه قذائف وانفجارات، بس ما فيه الواحد يوقف حياته. كنت بقلب الحدث يعني انا عفوا انا كنت هلا يعني هلا انا كنت بالشام. انا كنت بالشام. انا بالشام كنت، بس الحمد لله محل ما كنت ساكنه ما كثير، الشام هي اقل مناطق اللي تضررت، بس ضل يعني مدرستي صار انفجار، مدرستي خسرت رفقات بالحرب بسبب الانفجارات للاسف. It's very sad، حزينه القصه، بس حتى لو في شغلات وقتها كنت ضل حبها بسوريا، يعني تعلقت بالشام بشكل يعني اي حدا بيروح على الشام بيتعلق فيها. ما بعرف اذا انت رايح على الشام او لا. طبعا الشام فيها هيك ريحه الياسمين، نكهه حلوه، فيها شيء بيعلقك فيه، خصوصي اذا هي بلدك وانت هنيك ربيت. يعني انت صبيه بعدك باول عمري، يعني باول العشرينات، عم تحكي هيك، نحن ربينا مزبوط بال تراث الحلو. كنا عم نحكي يعني طبعا نحن كنا نروح بالمدارس، ياخذونا رحلات بالمدارس على الشام، لانه اللي فيكي تعمليه بالشام ما فيك تعمليه بلبنان تقريبا. ونفس الشيء بياخذونا رحلات بالشام على بيروت. ايوه انا في شغلات ببيروت ما فيك تعملها بالشام. ما هيك يعني نقدم تحيه للموجودين بسوريا ولبنان واللي ثبتوا صامدين تضل في عالم لما ننزورهم يلاقونا على المطارات. مزبوط. يعني بيطبخوا لنا اكل طيب. ايوه الاكل المفضل عندك لك شو مثلا؟ عندك الاكل الطيب ملوخيه. ملوخيه ملوخيه من الجنينه كمان مش من القلب. ملوخيه لا خضرة جاهزه. خضرة جاهزه ملوخيه يبرق، انت بتقول ورق عنب. ايوه كبه، كل الاكل الطيب. ما في اكل مو طيب عن جد. ما في، لانه المنيو زاد والطاوله زادها، بفتكر تزكى زاده يعني بلبنان وسوريا. نفسها كبانيه، تبوله، فتوش، لانه في كثير من العربيه بتقولي له اللحمه نيه ولا كبه نيه، ما بيعرفوا. مزبوط. نحن بس بظن البلدين اللي بياكلوا الكبه النيه وال مزبوط. مزبوط. اما نحن يعني انا الحديد هلا ورجعنا على لبنان وعمرنا دار، وكنت كل سنة أخذ الأولاد مشان يتأقلموا ويتعرفوا. ما يبعد عن الواحد على التراث. مش الحال يعني هلا هني بيحبوا يروحوا على لبنان تقريبا، إذا ما بقول لك قدي أكثر مني كمان، وكتر خير الله كل يعني أنا انصدمت لما عرفت إنه كريس خلقان هون، لأنه بيحب هو لبناني بيحكي وبالعادات والتقليد يعني عنده لبنان اهم شيء، وهذا الشيء يعني انا بحب بكره بس عندي اولاد اقدر وانا من هلا اقدم لهم نفس الاكسبيرينس. عملوا اخطاء كثير، حتى هلا مثلا ابني انتوني بيقول لي ليش ما شديت علي اكثر، جبنا استاذ على البيت يعلمهم سنتين ثلاثه، بس كريس كان عندهم اكثر حب، حب التراث، حب الشغف وحب يعني للغه وللبلد. ونحن عم نضيعها بشمال لبنان، وكل مشاويرهم انبسطوا وكيفوا. بتعرفي لبنان كيف حلوة. اذا بيعرفوا يروحوا ويجوا ويسمعوا بقى انا بحب يعني من عد حالنا يعني من المحظوظين بالحياه. كندا بلد حلو محترم، قدمنا فرص وامان. مزبوط. بس هالطيارة 10 ساعات بترجعي على بلد حلو. صعبة. حلوة. عشان هيك نروح على دبي او شي محل اقرب. بقى شو بتفكري انت هلا؟ بتفكري حياتك وين حد كمليها تقريبا؟ صار لي 6 سنين بكندا، في شيء ما عم بقدر اتاقلم فيه، العادات التقاليد هون
نظام الحياة من يوم ليوم. يعني أنت بتعرف عنا الواحد بيشتغل ليعيش. أيوة. بلبنان وبسوريا هون الواحد بيعيش ليشتغل. يعني بحس العالم ما بتستمتع ببساطة الحياة هون. شغل, آه. شغل 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 دراسة مصالح. يعني هي البساطة تبع أنه أنا أرجع على البيت ونقعد قاعدة كلياتنا نشرب متة. هي شغلات بتشتغل على الزريعة برا. يعني هي ما في هون, ما في يعني هون بتشوف الواحد يعني إذا قدرت بالويكند. والطقس صعب شوي. بلاقي حالي أنه أنا ممكن استقر محل يكون قريب على بلدي وعلى اهلي, انه انا كل عائلتي هونيك. بس عندي كذا ساعتين بالطياره, ساعتين قريبه. ودبي هي مدينه فيها فرص عمل كتير. أيوة. وبقدر احكي فيها لغتين, يعني بقدر احكي فيها العربي وبقدر احكي فيها الانجليزي. و يا قريبه على سوريا, يعني هذا اهم شيء بالنسبه لي. ما فيني اعيش ارجع اعيش بسوريا, بس فيني زور سوريا وتصير الزيارة أسهل شوي, يعني مما أنه أنزل 20 ساعة طيران. أدي بلد حلو دبي. دبي حلو فيها, يعني حلوة بلد تروح تشتغل وتزبط يعني أمورك. من هلأ بقلي رحت على دبي بال97 كنت عم بعمل ما كان في شيء دورة تدريبية. بس القصة كنا بشهر 6 وحلفت ما روح على الخليج بالصيف حريق. بقى انت هلا اذا على دبي بقول لك من هلا عم روحي 6 7 شهور. ليك انا بروح بالستوية على دبي وبالصيفيه برجع على كندا. لا على سوريا. على سوريا كمان بصير. بس كندا بالصيف. هلا كندا بالصيفيه حلوه يعني الطقس مقبول. كندا ما فينا نقول الا بلد جميل جدا. ايه. بس نحن خلص يعني ما عم تقولي تقعدي بالدار ويجتمعوا الجيران وتعي خذي قهوه وطلعي على جنينه برا جيبي الزعتر والبقدونس وكذا. ايه. هي بتحنيلك. عن جد عن جد بحن لك. بتضلي محرومة منها كل حياتك. بس بتضلك مثل ما قلت بتضلك تلاقي تحاول تلاقي نقط منها لهي الحياة هون وترجع تعمل هي نفس الحياة هون. ما بيمشي الحل. ما بتقدر يعني تعمل كوبي بيست للحياة هونيك. هون ما بده واحد تخططي للحياة, لأنه بكرة الله بيوفقك وبتتهني أولاد وقصص وعائلة. ساعتها بتصيري مجبورة تتأيدي بالأولاد وبالكذا بالمستقبل وين وكذا. بس كل شيء فيك تخلي تنقول بيتين دارين. ايه يعني نحن بيت العائلة قصته. نحن ساكنين بيتنا بيت عربي, بيت شامي عربي. اها. فبيت يعني كبير. عائد. ايه والله. ايه بيتي بحب البيوت العائد كتير حلوين. يعني هلا عم يحكوا بدهم يبيعوا. قلت لهم لا تبيعوا, هذا تراث. يعني هي هذا بيت العيلة. عرفت بالشام. بالشام بباب توما. ايه بباب توما. ايه باب توما سمعنا كتير صار في قصص ومشاكل. حرام صار مشاكل بس ما يعني الحمد لله ما تأذت قد مناطق تانية. يعني ان شاء الله الشام ما تأذت قد مناطق تانية. بس ايه داركم ببيت توما. باب توما ايه وقديم وعقد. قديم ايه وفيه 30 غرفة. لا 30 غرفة بالدار. وانت وحيد يعني انا واحد. بس بيتنا هنيك هو بيت العيلة. يعني العمومة. بتلاقي العيلة كلها عايشة فيه. وهذا الشيء كتير حلو لانه انا ربيت بهذا البيت وابي ربي بهذا البيت وجدي ربي. حرام ينباع. حرام ينباع. بس ما فيك وهذا حقه. يعني باللي بعرفه انا حقه ملايين. بس هاي المشكلة هي ما في حدا بيدفع هالقد. يعني هلا بسوريا كل شيء فيك. وبكرة أنت إذا صرعتي وشرعتي الأهل تيضل البيت. تعب أنا بدي أشتري. برافو عليك. أنا بدي أشتري. بقول له لجدي أنا صغيرة بيقول لي بدنا نبيع البيت. بقول له لا يا جدو أنا رح أشتري البيت. قال لي أبي. قال لي الله يطعمك وتشتري البيت. بس أنا ما بخلي يعني ما بدي أولادي. اليوم هذا بتعرفي عمو الاير بي ام بي وكذا هذا البيت تزبط. إيه. حتى يدي فيه الكهرباء المضبوطة والكذا والكهرباء. هيدا كتير لأنه ما فيش منه اليوم أوتيلات وكذا. ما فيش. في أوتيلات. في أوتيلات في هذا يعني في عالم عم تأخذ بيوت قديمة هيك وتعملها أوتيل. يعني أنا بس أنزل على سوريا بقعد بأوتيل لأنه بيتي مو مجهز شوي. هلا ما معك صورة للبيت هيدا شوفيها بعدين. معي هلا هيدا نفرجيها للعالم. لا لا إيه دقيقة. على مهلك على مهلك. لأنه هيدي مش كل يوم بتصير. يعني واحد بيت قديم مثل هالأم اللي عم تتكلم معاها يعني كوني مصرة ما تبيعي. ماي أنا إذا عشنا بدنا يخبر التاني. مصرة والله مصرة. إذا أنا ما اشتريته بخلي ولادي يشتري. أي والله العظيم. نلاقيها صورة.
هو بس لك اي حدا ورجيته اي حدا ورجيته صوره بيتي بيتفاجئ بالبيت لانه بيت قديم كثير بس يعني يعتقد بالمئات ايه اكثر يعني والله بيت قديم هي سوريا كثير فيها قصص وتاريخ هلا الشام دمشق هي اقدم عاصمه بالتاريخ مسكونه يعني فهذا البيت له هيستوري له يعني تاريخ برافو عليك لا 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 هيدا لا يا بعدين بس هيدا اذا يعني بتحطيه على مش الكيجيجي ولا وابشاد وتاريخ وتحكي القصه مزبوط ايه؟ هتلاقي على بدفع ملايين فيه اي مزبوط و 30 غرفه ايه لا في لي عقد مناطر ايه يعني هلا نحن زبطوا انت سكنتي فيه هالبيت ايه انا ربيت فيه والله فاذا من هيك بتبيعي وابي ربي فيه كل العائله ربيت فيه ايه صعب اذا الاهل معك هون بكندا عمو بابا وماما وجدي وستي اجوا من سنتين وعندي عمومتين اثنين هون يعني عائلة صغيرة بس في عم تكبر شوي شوي بس صعبة على مثلا جدي وستي هني عاشوا كل حياتهم ما بيحكوا اللغة عاشوا كل حياتهم بسوريا فبيشتاقوا يعني للروتين تبعهم جدي يروح يتمشى ستي تروح تعمل صبحية تروح تعمل زيارة هاي الشغلات انحرموا عندهم أصحاب بعد وكذا هونيك ايه هون صعب شوي الحياة كله مثل ما قلت لك كله بيشتغل ما بيحكوا اللغة ما بيسوقوا شوي بس بدنا العائلة تكون قريبة من بعضها وهون أأمن لهم يعني في كهرباء على العائلة في مي في الشغلات رحتي السنة الماضية سمعتك عم تقولي رحتي على سوريا راحوا معك جد وستو لا أنا رحت مع أهلي أهدي يا ماما والبابا منروح كل سنة تقريبا وكيف لقيت سوريا بعد الخمس سنين بعد الأربع سنين هلا أنت بس تروح كسائح لهونيك يعني بتعرف شيء الا حياه حلوه بتعرف غير الحياه حلوه ومبسوط ورقص وسهرات وطلعات وفوتات بس والمصاري موجوده لانه انت نازل يعني مجهز حالك انك انت نازل سياحه شهر زمان ايه شهر زمان بتنبسط بس اللي بيضايق هو وضع العالم اللي ساكنه هيك يعني العالم تعبانه صرنا زمان بهذا الحرب هلا الحمد لله ما عاد في حرب بس لهلا عمي الاضرار تبع الحرب لساتها موجوده تعبان العالم زهقانه ما في كهرباء ما في مي الشعب بيدفع الثمن كله غالي ايه كله غالي فاللي بيقهر هو هذا الشيء صعب بس انه انت كتروح كسائح كثير حلوه وانا بظن نفس الشيء اذا انتوا رحتوا على بيروت ورحتوا سياحه نفس الشيء بس اذا تجري تسال اللي ساكنين بلبنان ما منهم مبسوطين كله بده يطلع عم نسمع كله بده يطلع كله بس بده يسافر ما هيك كله بده يروح حرام عم يطلبوا منا هن بده يروحوا ونحن بدنا نرجع ابن خالي بده يجي عم بقول له لا ما بحب الشباب يتركوا حيضل في حدا بال ما في حدا ايه حرام كل الشباب السوريين طلعوا ما ضل ولا سوري واللي بيطلع عم بيقولوا 90% ما بيرجع اذا رجع 10% وبيصيروا دكاترة ومحاميين وعلماء بغير بلدان للأسف الحقيقة عمو يعني غصة بالقلب انه نشوف بلادنا عم تخسر هالأخلاق وهالجمال والشباب والصبايا والأدمغة اللي احنا عم نصدرها لبرا وعم ياخذوا فرص حلوة مش عم ترجع هاي اللي الخسارة الكبيرة مزبوط. يا أختي نهد البيت عمو منرجع عن عمو نهد الشارع من عمو كل العمر بس خلص اللي طلعوا خلص طلعوا بس خسارة الأدمغة يعني هاي اللي الخسارة الكبيرة حرام عن جد يعني مين بده يرجع يبني البلد اللي فيهم يبنوا البلد طلعوا هلا أنا باخذ من حديثك إنه حبك لبلادك ولا بيتك اللي شو ما صار ما راح تبيعيه وحبك لوطنك يعني إذا هيدا كله ما رح يأمن مستقبل لسوريا والعالم ترجع على سوريا والشباب والصبايا يرجعوا على سوريا مين بده يرجع؟ سوريا ما عاد إلا حدا مين بده يرجع يعمرها؟ مين بده يرجع يشكن فيها؟ هذا هو اللي عم قوله ولبنان نفس المصيبة أنا نقارن هلأ طيب أنا برجع وعمرنا البيت وهو بيعرف وأولادي كلهم بيعرفوا برجع مبسوط بكفي قبر الماما والبابا وعظامهم موجودين بالضيعة والأهل والجيران وعندي أختين بس فكري فيها بكره جاينا حفيد وجنبت الجاي حفيدين وكبرت العيال هون ما فيك تتركي حالك لا ما فيك
يعني صار اولادك ولاد اولادك، ما هذا هو اللي بتخطط شيء وبيصير شيء، واللي ما بيعرف يخطط مضبوط لانه بده يتجوز ابنك وبنتك وبدك تتجوزي انت وبدك تجيبي اولاد ويخلقوا هون بكندا ويحبوا كندا وكذا، تاخذيهم معك مشوار بينبسطوا كذا، بس بالنتيجه بدهم يرجعوا لهون، بدهم يرجعوا لهون ايه بلد منظم بلد هون خلص العائله الجديده والمستقبل، بس المهم يضلهم بيعرفوا بلدهم. نحن عمو انا لكي حديث معك لا يمل، وانت اموره وانا يعني ما بعرف جدك بعمري ايه ما بعرف قد ايه 68 ايه من عمري، فاذا يعني انت حفيدي حفيدتي بتصيري، انا انبسطت بالمكالمه معك وانا يخليلي اياك ست محترم يا حبيبي، بتمنى لك التوفيق، خليلي اياك جيتي على بلد تتعرفي القواعد والنظام، تربي جماعه يفوتوا براسك، تنبسطي اذا رايحه مشوار معهم ولا اذا حكيتي وتكلمتي معهم، بتمنى لك التوفيق. ميرسي. بس بدي لك اياه باني بعمر جدك وسيدك انه ما تنسي البيت اللي ربيتي فيه، ما بنسى ان شاء الله نضل ما بصير حدا ينسى من وين نشوف بعض كل ان شاء الله يا رب، وشكرا ميرسي. جزيلا على اللقاء. ثانك يو سو ماتش، ميرسي، والله يوفق عمو بكل شيء بتعملي بحياتك، شكرا. Podcast episode 17 in Arabic, in English, we covered it all. Lubat Safi, thank you for joining us. Naya Ibrahim, thank you. Thank you. Uh oh, everyone on the bottle. We're out. Podcast episode 17. We're done.